إلى لبنان الآن مشاهدينا، حيث وجهت لحاكم مصر في لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدة له تهم بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وذلك بعد شهور من التأخير في هذه القضية. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل العربي علي رباح. أهلا بك علي. يعني كما ذكرنا قبل قليل، بعد أشهر من التأخير في البت وتطوير يعني مراحل هذه القضية، يتم الآن توجيه هذا الاتهام، ما قيمته وما الخطوة التالية؟ بالفعل رولا، بداية دعينا نشير إلى أن هذا الاتهام أو هذا الادعاء هو الرسمي الأول من نوعه في لبنان. نتحدث عن أنه الأول لأنه صادر بطبيعة الحال عن محامي العام الاستئنافي في بيروت، وهو يعمل تحت لواء النيابة العامة التمييزية، وهي من السلطات القضائية الأرفع في لبنان. ونقول رسميا لأن كان هناك ادعاءات سابقة بطبيعة الحال، ولكنها كانت صادرة عن القاضية غادة عون، وكانت توضع دائما في إطار الكيدية السياسية، بما أن القاضية غادة عون هي مقربة من الرئيس السابق ميشيل عون، وبين الرجلين خلافات كبيرة بطبيعة الحال. هذا الادعاء اليوم بحسب مصادر قضائية يأتي بفعل أو ثمرة التواصل بين القضاء اللبناني وتحديدا النيابة العامة التمييزية، وبين القضاء الأوروبي الذي كان يعني أرسل وفود من القضاة الأوروبيين إلى لبنان الشهر الماضي. نتحدث عن وفود قضائية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. ولكن في المقابل هناك من يرى بأن هذا الادعاء ربما يحمي حاكم مصرف لبنان من الاستجوابات القضائية الأوروبية، بما أنه بطبيعة الحال كان هناك من المفترض أن يأتي الوفد الأوروبي ليستمع إلى حاكم مصرف لبنان الشهر المقبل. وبالتالي هناك من يقرأ في هذه الادعاءات بأن القضاء اللبناني يقول اليوم للقضاء الأوروبي بأن الموضوع بات بعهدته، ولا داعي ليأتي، ولا داعي ربما لاستجواب رياض سلامي. ولكن بطبيعة الحال السؤال الأكبر اليوم في لبنان، ماذا بعد هذه الادعاءات؟ علمنا من مصادر قضائية بأن الملف أحيل إلى القاضي الأول في بيروت، القاضي أبو سمرة، شربل أبو سمرة، وبدأ بدراسته بطبيعة الحال لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ولكن لم تصدر حتى هذه اللحظة أي ردود فعل إلا من حاكم مصرف لبنان، الذي قال في تصريحات سريعة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بأنه نفى كل الاتهامات من الاختلاس بطبيعة الحال إلى التزوير إلى الإثراء غير المشروع. عن هذا اليوم الطويل بطبيعة الحال وعنوانه الأبرز، الادعاء الرسمي على حاكم مصرف لبنان، كنا أجرينا التقرير التالي، نتابعه معا. سريعا نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التهم الموجهة إليه وإلى شقيقه ومساعدته بغسل الأموال والاختلاس والتزوير والتهرب الضريبي، معتبرا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. تهم أدرجت في الادعاء على سلامة وصدرت عن المحامي العام الاستئنافي في بيروت، الأمر الذي أعطاها صفة الادعاء الرسمي وأصبحت تعد سابقة في تاريخ لبنان. دعاوى لتبييض الأموال يجب أن تصدر عن مدعي عام التمييز لأنه انحصر فيه. هلا وهي سابقة، لأن أول مرة في لبنان يدعى على حاكم مصرف لبنان بجرم تبييض أموال، مش هيك تعتبر لأول مرة. الادعاء على سلامة قد يكون ثمرة تعاون بين النيابة العامة التمييزية وقضاة أوروبيين زاروا لبنان الشهر الماضي، لكنه في المقابل من الممكن أن يجنب حاكم المصرف المثول أمام الوفود القضائية الأوروبية في زيارتها المقبلة. أهمية هذا الادعاء اليوم ربما يشكل مدخل للطلب من القضاء الأوروبي استئخار تنفيذ استنباته في لبنان إلى حين أن ينتهي التحقيق اللبناني، وبالتالي يكون رياض سلامي إلى حد ما تجنب المثول أمام الوفود القضائي الأوروبي. مصادر للتلفزيون العربي أشارت إلى أن الادعاء حول إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت لدراسته، ليسلك طريقا قضائيا جديدا يصعب التكهن بنهايته. يشكل الادعاء الرسمي الأول على رياض سلامة مفترقا في المسار القضائي فيما يخص ملفات حاكمية مصر في لبنان، مسار
ستبنى عليه نتائج كبيرة في المرحلة المقبلة بحسب مصادر قضائية هنا. علي رباح، العربي، بيروت. رولا، بطبيعة الحال هناك قناعة في لبنان أو وجهتي نظر في لبنان. وجهة نظر تتحدث عن أن رياض سلامي في نهاية المطاف سوف يمثل أمام القضاء، خاصة أن هناك رقابة دولية وأوروبية تحديدا على هذا الملف، وقناعة أخرى تقول بأن رياض سلامي سوف يجد من يحميه بما أن السلطة تحمي نفسها. ولكن من الصعب التكهن بخواتيم هذا الملف على المستويات القضائية والسياسية والشعبية، وما علينا إلا أن ننتظر بطبيعة الحال الأيام المقبلة ما إذا كان القاضي الأول في بيروت سوف يستدعي بالفعل رياض سلامي للمثول أمامه، وماذا بعد هذا الاستدعاء. نعم رولا، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مراسل العربي في بيروت علي رباح.